جميل يا سيدي. لقد من الله سألها للمغرب أبرزاري في العريق من أمس الوحدة وتراحم في كل الظروف والأحوال، ومن احتفاله العشر الذي نخلف اليوم ذكره 16 إلى تجديد البيعة التي تربط بك والعهد المتبادل بيننا على الوفاء الدائم لثوابت المغرب ومقدساته والتضحية في سبيل وحدته واستقراره. الحقيقة الخطاب مضمون الخطاب الملكي اليوم أن الخطاب ديال صاحب جلالة نصره الله وضع الأصبع على مكمن الداء، تكلم عن أهمية العدالة الاجتماعية، عن أهمية العدالة المجالية، تكلم عن القطاعات الاجتماعية التي يجب الاشتغال عليها والتي على الحكومة أن تشتغل عليها، وأهم هذه القطاعات الاجتماعية تكلم عن التعليم، تكلم عن الصحة وعن الرماد، تكلم عن التشغيل، تكلم عن الاهتمام بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، هذه المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل 95% من المقاولات ديال المغرب والتي لها دور كبير على مستوى في النسيج الاقتصادي وكذلك على المستوى الاجتماعي التشغيل. إذن إن شاء الله الرحمن الرحيم صاحب جلالة وضع برنامج وخطة عمل التي ستشتغل عليها الحكومة، ستشتغل عليها الأحزاب السياسية، ستشتغل عليها الإدارة المغربية، ومن طبيعة الحال فإن هذا الخطاب سيساهم في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. بالنسبة لأهم النقاط اللي تحدث عليها الخطاب الملكي السامي جلالة الملك محمد السادس نصره الله، هو أول حاجة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والدور ديالها في ترسيخ قوى التعازر والتلاحم بين مختلف قواعد الشعب المغربي، وأن الدور فعال ديالها اللي رفعت من المستوى المعيشي والمستوى الاجتماعي لبعض الفئات الهشة اللي كانت مهضومة واللي كانت غير لا ترقى إلى المستوى المعيشي اللائق بها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.